بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم هو أعلم الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
أعلم
الغيب فهو يري. أم لم ينبأ بما ألا تزر وازرة وزر أخرى
وأن عليه النشأة الأخرى وأن وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أحق وأبكي وأنه الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه أهلك عادًا الأولى وأنه أهلك عادًا الأولى ورب الشعر وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى فغشيها ما
بأي آلاء ربك تتمارَى. والمتفكة أهوي فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. على هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله. اقتربت الساعة.
شق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا أكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة اقتربت الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر
مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بالغ
حكمة يوم يدعو
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فدعا ربه أني مغلوب
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء
فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا كتابه بيمينه
إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا قلوا واشربوا هنيئا قلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها
واشربوا بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون وما أدراك كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما وما أدريك وما أدريك وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وما
مرقوم يشهد المقربون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها يشطره ذي المقربون صدق الله العظيم الفاتحة استشفاعا بقرآن الكريم وبسيد المرسلين وبسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بهذا اختتم فضيلة القراء الشيخ رجب خير البنداري هذه الليلة القرآنية المباركة. تقبلوا تحيات أولاد الحج عربي أبو بوطة الهندسة الإذاعية مؤثرة الصوتية فرشة وإضاءة لصاحبها أولاد الحج عربي أبو بوطة بأخمي هاتف 010-694-3-6 وحدة فيديو مكسر محمد شلبي وفيه الدلال من السرادق المقام من ديوان عائلة آل أبو حجر إحياء ذكرى 40 يوما على وفاة فقيد العائلة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج منصور
محجوب أبو حجر محافظة سوهاج قرية بندر الكرمانية العامرة الموافقة اليوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر نوفمبر في سنة 2023 من ميلاد عيسى عليه السلام الأول من شهر جماد الأول وفي سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإعداد والإخراج لأولاد الحج عربي أبو قوبة بأخميه دمتم في حفظ الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله يسعدك 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 الله يسعدك